السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم. اليوم جيت ندير فيكم شويه الحماس. الى عندكم شي ركاني باقي ما منقينهمش اجي بداو معايا. ومرحبا بكم في قناه سناء ام معتمد. كما دائما كنقول لكم في بدايه الفيديو، اللي بغى يتواصل معايا على الانستغرام ويشوف الجديد ديالي، كنكون دائما تما في الانستغرام فيسبوك. غادي نحط لكم سناء الهضره 90 الانستغرام والفيسبوك سناء ام معتمد. ومرحبا بكم. وقبل ما تبداو الفيديو، اختي خويا اش كتسناو؟ ضغطوا على الجرس باش يوصلكم كل جديد، وايضا بارطاجيو ما بين الاهل والاحباب ديالكم، هكذا كتعاونوني باش كتكبر قناتي. وشكرا لكم بزاف بزاف. واي واحد دار لايك، بغيت ربي ان شاء الله يعطيه كل ما كيتمنى. هادشي اللي كاين. واليوم احبابي كما كتشوفوا، رشوا البنات اللي شافوا الفيديو اللي قبل، شافوني ملي كنت جبدت البلاكار كامل. وما نكذبش عليكم، كنت معوله نخلي هادشي حتى للتنين، والصباح ضربتني الفيقه بكري. طلعت البنات صبنت لكم واحد الكوفرلي غليظه، ديك الكرونه. البنات اللي متبعيني دائما راه يكونوا عارفين ديك الكوفرلي. البنات اللي متبعيني شحال هادي راه يكونوا اي حاجه عارفين عندي في الدار. هاديك الكوفرلي الكرونه البنات، طبيعه الحال نتوما راه خوتي. الكوفرلي الكرونه البنات، حاشاكم واحد المره معتمد كان نرد عليها، والله ما صبنت زقرتها وخليتها. ودابا طلعت صبنتها هي واحد البطانيه ديالو، وراها هي في السطح كتسقطر. وجيت لهنايا مباشره، قلت ارى شنو ندير. معتمد صبح ناعسه 12 لقاني صبنت، درت الماكينه دابا راه خدامه. ونشرت النشره الاولى ونشرت البطانيات، ايوا صافي. وناض هو من النعاس لقاني كنخبل، ايوا عطيتو دابا يفطر، دابا راه كيفطر. وقلت ارا نحيد عليا هاد الرويله هادي بحدي، يعني نقيت الماريو هذا، نحيد عليا ديك الرويله. ونفس الوقت نهار الاثنين راكو عارفين جايه القرايه، معتمد دخل من 11 للوحده ودخل من 4 لـ6، يعني غادي نديه مع 11 غنرجع مع خصني عاوتاني نجيبو مع الوحده. وبحال نصايب الغدا وهذا يجي يتغدى، عاوتاني نراجع معاه ولا عندو شي مراجعه، عاوتاني نديه مع 3:30 كنخرجوا من الدار باش 4 كيقرا. يعني ما كاينش الوقت البنات، يلا كنديه مع 4. ايوا حبابي، باش ما نكثرش عليكم قوه الهضره، بقاو معايا في هاد مع هاد الاغنيه هادي ومع هاد باش يجيكم شويه الحماس. وكاين الناس اللي ما كيعجبهمش قوه بلا بلا بلا. وهادشي اللي كاين احبابي، ونتمنى يعجبكم هاد الفيديو هذا ويدير فيكم الهوايش باش تنوضو تانتوما تخبلو.
اوه لا حبيبي ضروري شويه الموسيقى شويه النشاط. المهم واش غنديرو هكذا باش كيجيك شويه الحماس كتقضي الشغل كتبقاي كنبقى نغني ما حتى كنخرج كاع داكشي اللي في حلقي كله تندير ليه رياضه. ايوا صافي كان مهم هكذا الانسان كينشط البنات باش كيقضي الشقه ديالو ما كيحسش بيها. ما لقيتي كتعصبي وهذا راه ما غديري والو وهادشي اللي كاين. هنايا البنات جبدت المجوره كتعرفوا ما نعاود لكمش المجوره كي لقيتهم كيخلعوا كلشي مرون مع قلت لكم راه كنت غير كنجبد وكنرجع وشحال من حاجه رميت عرفتي ما نعاود لكم شحال رميت قواط شي اقلام ما بقاوش كاع صغار وكاين شي حاجه خسرات كاين شي عكاكر ما عرفتي راه ما خليتش ليا ما بقى عندي وقيله تاع عكار بقى عندي وقيله شي جوج ولا ثلاثه كلشي رميته كلشي شي قديم صافي عرفتي نقيت الدنيا عرفتي ما نعاود لكمش واحد ريحه النقاوه مسحت المرايه جريت مور الكوافوز هادشي كله البنات راه عندي ما نصور لكم لان جيت نصور يعني راه خصني 3 سوايع واقيلا عاد نكمل هاد بيت نعاس. راه جريت مور الكوافوز كامل ومسحت من المورا عزفت وطلعت البنات هنا للسطح شيت لقيتو لي يلاه شيت هاد الزرابي شيتهم وضربت لهم واحد السوسه طلعتي غير شمشتهم ودابا حطيتهم تما قلت نهبطهم وجيت هنايا كنجمع الحوايج شي حوايج نشرتهم في الصباح كما قلت لكم مع العشره هما والكوفر اللي والبطانيه اللي صبب لقيتهم راه الحوايج نشفوا البطانيه اللي غنطلع نهبط نشر في النووسيه لقيتها نشفات بعدا باش غنجمعها وواحد الفركه شي جاكيطه ديال راجلي حتى هي نشفات وواحد الفركه يلاه نشرت صبنت هاد البطانيه اللي كنت دايره فوق اللاوسيه وهذا تاهما صبنتهم الغشاوات المخاد صافي وهكذا البنات انا راه يلاه تغديت والله الا طلعت كنجمع. شوفوا نهاري كله دايره الخمسه ديال العشيه يعني من الصباح بفقت حتى الخمسه العشيه وعاد خصني غير نهبط نغسل عند الغدا ونحفظ معتمد يعني يا ربي السلامه والله مرتاحين وكل اولي انا ومعتمد مشاو للغابه وتغداو تما ساعه ما كتابش البنات كاين واحد الريح غدي معتمد للغابه غنجيبو كيعطس هو ديجا دابا كيعطس لا ما بلا ما نزيد نكمل عليه. شتو البنات كلشي نشف تبارك الله الشمس وقلت راه قبل ما تجي شي شتيوا وكنت من لو الله تعالى تجي شي شتيوا يا ربي وتفرح كما كنقولوا الحراته وتفرحنا حتى حنايا. هادشي اللي كاين احبابي هلا كما قلت لكم الزرابي راه مشيتين وجاني عاوتاني الوسواس قلت راه نسوسو هانتوما البنات دابا يلاه طلقت الكوفر اللي مسكين معتمد من قبيله هو باغي يتفرج وقديت الريتو حتى هو ركبتو هاتي الدنيا البنات ما نعاود لكمش ولا واحد الاكسجين ولا في الدار وحق الله العظيم سبحان الله العظيم. صافي معتمد كيحفظ طاتو من العربيه يحفظو حتى البنات ما نعاود لكمش الارض طلقت الزرابي سمعوا على ريح قديت هنايا فوق الكوفوز الهضره ديال معتمد شحال من حاجه ديال معتمد كنلقاها هنايا كدور هانتوما شوفوا معلقه مع سميجات هانتوما قديت هنايا مسحت الدنيا بالغبابر كنت باغا نطلق شويه ديال العود ساعه معتمد مبغاش خفتات يبدا يحشو كيعطس مبغيتش نديرها ليه. هاد البريكه هادي واحد نشعلت بها جمره شوفو خليتها في البيت غنحيدها من لهنا. صافي درت هديك المونيكا ديالي على ما نشوف شي صاك نجمعو فيها بطبيعة الحال ما نخليهاش هنا فوق تخلعني بالليل وصافي هادشي اللي كاين البنات. هاد البوله هادي تاهي نحيدها هاد السوارت هادو
حاطه واحد كويس داتي بغيت نشربه، واخا حلفت ما بقى ندخل حتى شي حاجه ناكلوها هنا حيت داكشي هو اللي وسخ لينا الدنيا. سوارتي كنبقى نقلب عليهم، هادو جمعت فيهم كاع داكشي اللي كنخدم بهم ديال الحلاقه، الشيشوار داكشي جمعتهم فيها. واخا صراحه هادو ما زوينينش، هما كينفعوا ولكن كيعواجوا. نعاود لكم شحال البنات تنقات الدنيا هنا البنات، درت غير داكشي كاع الادويه ودوك الكريمات اللي كندير بالليل والدواء وكلشي جمعته هنايا، ودوك الكتب اللي كنقرا الشارجورات هنايا، درت شي حوايج ديالي هادو ديال الراجل هنايا، هنايا جمعت كاع الماكياج قديتو ماشي داكشي اللي راضي عليه 100%. عندك تهرقه، انا درت كاع انواع ديال داكشي اللي كندير فيه السوال والكوماجات وهذا الماسكات. هنايا درت العكاكر، حتى كيسحب لكم باكيت ماربورا دا العكار العكاكر قلت لهم. وهنايا هذوك العباد هذوك الفلايل كن فلايل هما هذوك فلايل الباتشا وداك الشيء جمعهم هنايا. هنايا دايره كاع داك زيت البديل الزيت حتى هو دايره هنا. صافي البنات شي نهار ندير لكم جوله ثاني ان شاء الله بيت نعاس. هنايا درت المجوهرات ديالي استفتهم شفتو باش كل حاجه كنبغيها كنبغي نجبدها كنلقاها واجده. صافي وهاد المجير هذا عاد يجي راجلي دابا بالليل يركبوا لي، راه طار ليا هنا دايره فيهم غير الحوايج دوك الشيلار وداكشي. صافي هادو جمعتيهم داكشي اللي عندي زايد السايكان وداكشي. صافي البنات هادشي اللي كاين. المهم صراحه تقادات هنايا البنات، مسحت مور الباب ضربت ليها مسحه وعلقت الحوايج غير اللي غنستعمل، مازال شحال من حاجه غادي نقص، ما غاديش نخلي هادشي كامل، غنخلي غير البينوارات والجاكيطه باش كندي معتمد والجلابه. صافي النقا هو الاهم، انا كنشوف النقا الحاجه تسميها تكون نقيه وصافي. هادو غادي نديهم دابا للبيت معتمد، عرفتي شحال من حاجه كنديها للبيت وكنلقاها عندي هنا ومعتمد ها هو كيراجع. المهم تهنيت شوفوا البنات بيت النحاس، بيت النحاس ولا كيشعل عرفتي ولات ريحه النقا. وهاديك راه غنديرو تما في هاديك اللي جا مع داكشي ديال هذا، ديك فازلين ديال راجلي كيديرها ليدو. المهم شحال من حاجه غادي نقص، ما غنخليش هادشي هنايا باش ما يبقاش هادشي مشارجي بزاف، غنخلي غير الروايح ودوك البانسويات ما بغيتش نديرهم هنا في المجر. وصافي البنات هادشي اللي كاين، ما عرفتش واش نكمل معكم الفيديو ولا غنقول لكم بسلامه. المهم نتمنى نكمل معكم الفيديو، هادشي اللي كاين دابا نبقى نحفظ غير معتمد.